Dialogue in the Dark دي international experience اتعملت في 39 بلد، يعني بقالها من التسعينات، ومصر أول دولة عربية يتعمل فيها الإكسبيرينس، أول دولة أفريقية. البروجكت بدأ من جمعية النور والأمل اللي هي الأونر بتاعة البروجكت. جمعية النور والأمل لرعاية الكفافات، هي بتشتغل من سنة 54 على القضية دي. احنا يوجوالي لما بنقول احنا we want to raise awareness على أي social cause، الطريقة اللي بنبيز بيها awareness ان احنا نقعد نعمل lectures ونعمل campaigns ونقول يا جماعة you have to understand اللي قدامك ده، لا، انت في الاكسبيرينس you literally put yourself مكان شخص تاني، فانتي مش محتاجة انا اقولك ان انتي ان الجايد ده زيه زيك، لا، انتي لما تتحطي مكانه انتي بتبقي قادرة فاهمة النيدز بتاعته ايه، بتبقي فاهمة الكابابيلتيز بتاعته ايه بجد، مش according to احنا فاكرين هما محتاجين ايه. فالنور والأمل بتأبروتش حاجة اسمها DSE. DSE ده Dialogue Social Enterprise، ده اللي هو مسؤول عن Dialogue in the Dark، و يعني بزنس مودلز مختلفه زي دايلوج ان ذا دارك. احنا طول حياتنا السنس الوحيده اللي احنا بنهتم بيها وميك شور ان هي شغاله كويس قوي وبنقعد نعمل عليها تست هي السنس بتاع النظر. ما حدش فينا بيهتم بالسنسز الثانيه، فاكوردنجلي احنا وي ثينك انه السنسز الثانيه دي اكنها ملهاش لازمه، فاحنا بنحاول نغير الكونسبشن بتاع الضلمه عند الناس، ان احنا نطلعهم بره الكومفورت زون ونحطهم بقى في الحته الحاجه اللي هم طول الوقت خايفين منها. فهم في الضلمه بيكون معاهم كذا تول بيقدروا يعتمدوا بيها على نفسهم ويقدروا اكسبلور بيها اللي حواليهم. اول واهم تول فيهم طبعا زي ما قلنا هي السنسز الثانيه، السمع، الشم، التذوق وحاسه اللمس. تاني تول مهمه جدا بنستخدمها جوه الاكسبيرينس هي العصايه البيضاء. العصايه البيضاء دي اللي بيستخدمها هو اي شخص كثيف، هي دايما بتبقى الجايد بتاعه ان هي بتجايد الشخص ده يمشي بيها. فاحنا بنتعلم ازاي نقدر نمشي في الضلمه ونقدر نشوف بالضلمه يوزنج العصايه. تالت اداه بتكون معانا، هي مش اداه هو شخص، احنا بيكون معانا جوه في الاكسبيرينس جايد. الجايد ده بيكون بلايند او فيجوالي امبيرد، واحنا throughout الساعة دي او throughout الاكسبيرينس بنقدر بنتعلم ازاي نشوف الدنيا بطريقة مختلفة. فاللي بيحصل في الاكسبيرينس ان لما بيحصل reverse rules ده، لما احنا بنحط في الانفايرمنت بتاع الشخص الكفيف هو اللي بيجايد اس throughout الاكسبيرينس، هو اللي بيعلمنا ازاي نشوف بطريقة مختلفة، فالجايد بيبقى empowered وانتي بتحسي او بتدركي قد ايه انه انتي محتاجة مساعدته هو كمان في الانفايرمنت دي، عشان انتي you could not rely on yourself، عشان انتي طالعة بره الانفايرمنت اللي انتي متعودة عليها. شغل هنا ده بيساعدني ان انا من عن طريقه هقدر اوصل الرساله اللي انا عايزه اوصلها للمجتمع، ان الشخص الكفيف ده شخص عادي جدا بيعمل كل حاجه. الموضوع هو عنده قصور في حاجه معينه، بس هو بيقدر يتغلب عليها بحاجات تانية بيعوضها بالحواس التانية. كمان بوصل رساله ان انا يعني لما اشوف شخص كفيف في الشارع اساعده ازاي، اتعامل ازاي، هقدر اوصل ثقافه ان كيفيه التعامل مع الكفيف برضو ازاي. ده كله بقدر اوصله من خلال المكان ده. الحاجه اللي خلتني اجي المكان دوت ان انا اجرب شيء مختلف. دايما بنشوف الناس اللي عندها اعاقات بشكل عام في الشارع، عمرنا ما فكرنا قبل كده ازاي هم بيحسوا، ازاي نقدر نساعدهم. فكان تجربة عموما كانت مشوقة بالنسبة لي، ان انا عايز اعرف اكتر الناس بتحس بايه، انا دوري ايه. فاعتقد ان ده اكتر حاجة خلتني عايز اجرب الاكسبيرينس جوه. ببساطة انت بتخش في هولز ثيم في حاجات في القاهرة، حاجة انت زرتها قبل كده او هتزورها في وقت من اوقات حياتك. بتحس اكتر ازاي الناس بتتعامل في الثيمز ديت. انت كشخص بتبقى حقيقي مش شايف اي حاجة، يعني فتح عينك زي مغمض عينك مش فارقة كتير. حاجة من اهم الحاجات اللي الاكسبيرينس بتعلمها لنا ان احنا بنقدر نunderstand التشالنجز اللي اي حد بلايند او فيجوالي امبيرد بيمر بيها، مش التشالنجز اللي احنا بنبقى فاكرينها بيمروا بيها. وما طبعا نظرا ان مفيش accessibility في حاجات كتيرة قوي في حياتهم اليومية، فده تشالنج او struggle هم بيواجهوه، بس التشالنج ده اجان موجود بسبب lack of accessibility مش عشان هو كفيف. هو حد كفيف بيعيش في مصر، هو للأسف
ما فيش اي حاجه ميسره لي، يعني حاجات بسيطه جدا هي الميسره، وكمان بياخدها بعد معاناه. يعني الطرق مش ممهده، ما فيش اشاره مرور صوتيه، وفي الجامعه بيلاقي بعض الصعوبات. يعني هو دلوقتي حاليا في بعض الحلول ليه في المذاكره وكده، بس لسه ما زالت المشكله موجوده في بعض الجامعات. هو بيقدر ازاي يعيش في مصر، ان هو حاجات بتبقى اجتهادات شخصيه منه لي، يعني منه نفسه، عن خبره لحد قبل كده عاش في نفس يعني في الحياه اللي مر بيها. مثلا انا دخلت الجامعه، مثلا دخلت حقوق، فبسال حد قبلي هو ذاكر ازاي وعمل ازاي او الكتب اللي خدها ايه، او لو ما لقيتش حد بلجأ انا لاجتهادات انا الشخصيه. بس هو التشالنج الاكبر ان الشخص كفيه بيواجهه في المجتمع بتاعنا مش lack of accessibility، على قد ما المسكونسبشنز اللي عند الناس تجاه اي شخص عنده disability او اي شخص كفيف. المجتمع المصري للاسف يعني نظره مش حلوه خالص. يعني ابسط حاجه، لما ببقى ماشيه في الشارع ممكن بيوجهوا لي بعض الاسئله هما ببقاش قصدهم. يعني هو دي مش مشكله في الاشخاص، دي مشكله في الثقافه يعني بتاعتنا، ان احنا ما عندناش يعني حاجات بتوصل الثقافه ديت كيفيه التعامل مع الشخص الكفيف، ان هو شخص عادي بيدرس وكل الفكره، بس ان عنده حاجه معينه مش موجوده. الناس دايما تبقى فاكره ان الكفيف ده يعني خلاص مش هيعرف يعمل اي حاجه تتخيلها، لدرجه ان هو ما يعرفش ياكل. يعني دي ابسط حاجه، هو متخيل كده، فده للاسف. بس مع ذلك يعني فين بقى لما بيبتدوا يتعاملوا معانا بيبتدوا يفهموا ده، بس في الاول لا، بيبقى الدنيا صعبه. نظرتي عن الناس بلايند للاسف هي كانت بتجينا من الميديا، مثلا زي الافلام اللي احنا بنتفرج عليها. لما جيت هنا عرفت تيم مختلف تماما، او مش مختلف، هو ده الطبيعي اللي احنا بنشوفه، ده هو المختلف. الناس ديت ناس عادية جدا زينا زيهم، في شوية حاجات محتاجينها أكتر عشان يقدروا يعملوا الحاجات التاسكس بتاعتهم بشكل مريح أكتر. فإحنا علينا إن إحنا نوعي الناس، زائد إن إحنا نوفر الحاجات دي لكل الناس عشان يعيشوا حياتهم بشكل مريح أكتر. الطريقة بتاعت تعامل الناس للشخص هي اللي بتحسسه إنه I'm disabled، أنا I'm different، وأنا I'm not accepted in the society. التشالنج بقى اللي بيواجهنا شويه دلوقتي في فكره الفيزيبيليتي بتاعتنا او الاكسبوجر، انه فكره البروجكت جديده قوي، انه انا باجي بدفع تيكت عشان اجو ثرو اكسبيرينس طول الوقت. وي نيد تو ميك شور ان احنا وير كوميونيكيتنج ذا رايت مسجز للبروجكت، انه انت جاي ذس اكسبيرينس عشان نوت تو سبورت البلايند اند فيجوالي امبيرد، او عشان يا حرام تشفق عليهم، انت جاي عشان يو نيد ذس اكسبيرينس، عشان يو نيد تو تشينج ذا واي يو سي ثينجز اراوند يو او ذا واي يو سي اذر بيبل او جادج اذر بيبل. احنا طول الوقت بنسال نفسنا انه تو وات اكستنت البروجكت ده حقيقي بي change perception بتاع الناس عن ال blindness and visual impairment، أو to what extent هو بي raise awareness بجد عن القص. أول ما دخلت كنت حاسس إن أنا خايف طبعاً، أصلاً عقلك بدأ يسيستم إن أنت عينك مفتحة زي عينك مقفلة، ده إحساس كان مليني قوي. بعد كده بقى لما بتبدا تاخد على الدنيا، او بتبدا تعقل نفسك ان خلاص الحبه الوقت اللي جايين دول اللي انت لازم تتعامل فيهم بالشكل دوت، تبدا تستمتع بقى اكتر، تبدا تشم اكتر، تبدا تحس اكتر، تبدا تسمع اكتر، لان الاذر سنسز بقى بتبدا تباك اب السنس اللي ما بقتش موجوده. فبعد كده بتنجوي الموضوع، وطبعا بتحس بقى قد ايه ان احنا في حاجات كتير واخدينها فور جرانتد، ده خاصة بقى أول ما تيجي تطلع تشوف النور تاني فور جرانتد كده كل حاجة. لا، الحاجات دي مش فور جرانتد، احنا لا، دي نعم كبيرة جدا، لازم ندفع جزء من النعم ديت للناس اللي فقد النعمة ديت، ان احنا نحاول عن طريق بقى ايا يكن انت فين مكانك، انت بقى ممكن توعي الناس بشكل ما، يكون معاك فلوس تفند حاجة ما تساعد الموضوع دوت، انت عندك علم ان ممكن يساعد الناس. احنا دايما بنعتمد ان احنا اللي هو الحاجه حتى لو هندوقها طعمها وحش حلو بنبص عليها، لو شكلنا عجبها هتبقى حلوه، دايما بناخد بالشكل. فانت لما هتيجي هنا بتسيب حاجه واحده بس وانت داخل، حاسه البصر بتسيبها، بتعتمد على حواسك الثانيه.